السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة والطالبات، بنكمل رحلتنا مع بعض في الهيموبيتك أند الليمفاتيك سيستم. بنتكلم على النهاردة الدرس بتاعنا البراكتيكال أوف أناتومي ريليتد للإتش إل إس مديول. زي ما اتفقنا احنا كنا حاطين قاعدة مهمة جدا، القاعدة دي بتقول ان احنا مذاكرين النظري والصور معودين عينينا عليها، لان هي نفس الصور اللي موجودة عندك في النظري هي اللي عندك في العملي مع بعض الاختلافات البسيطة جدا جدا. لكن انا عايز اطمنك ان انت لو ذاكرت نظري يبقى انت كده باذن الله تضمن باذن الله علامات كويسة في النظري وفي البراكتيكال. يلا بينا نبدأ مع بعض كده الصور بتاعتنا بتاعت ال HLS. اول صورة لما نبص عليها كده احنا شايفين اورجن قدامنا كده، والاورجن ده هو السبلين. لما جينا درسنا السبلين قلنا انه عبارة عن تو سيرفيسز وتو بوردرز. البوردر اللي فوق النوتشد بوردر ده بنسميه الابر بوردر، بيبقى شارب اند نوتشد. نوتشد يعني ايه؟ يعني نتوءات. شايفين الابر بوردر مش ماشي ستريت فورورد، ده في نتوءات في النص، وده اللي امبريولوجيكالي يقول لنا ان السبلين كان لوبيوليتد، مجموعة لوبيولز او نوديولز جمعت مع بعض عملت لوبيولز، واللوبيولز دي لحمت مع بعض وادتني الاورجن اللي اسمه السبلين. يبقى الابر بوردر بيبقى شارب اند نوتشد، اللور بوردر بيبقى راوندد. السيرفس اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو سيرفس موجود فيه الفيسلز بتاعت السبلين، السبلينك ارتري والسبلينك فين زي ما احنا شايفين. يبقى ده السبلينك ارتري والفين دول موجودين في الهايلم اوف ذا سبلين، وده مميز للفيسرال سيرفس اوف ذا سبلين. لكن السيرفس الثاني اللي نايم على الريبس، الريب رقم 9 و10 و11، ده الدايفراجماتيك سيرفس اللي هو ريليتد للدايفرام، اللي فصله عن ايه؟ عن الليفت لانج والبلور. لما بصينا كده ما بين الهايلم اوف ذا سبلين اند الابر بوردر لقينا في الاريا دي ريليتد للاستومك فسميناه جاستريك امبريشن. لما بصينا ما بين الهايلم واللور بوردر لقينا ريليتد للليفت كيدني فسميناه رينال امبريشن. ولما بصينا ناحيه الانتيرور اند لقينا ريليتد للكوليك امبريشن ريليتد للايه؟ ليفت كوليك فليكشن. لما نبص على صوره ثانيه كده لقينا اني ادي المنظر بتاع الفيسرال سيرفيس اوف ذا سبلين. رقم واحد ده الهايلم اوف ذا سبلين، رقم اتنين ده يعني بعض السبلينك فيسلز اللي احنا شايفينهم قصادنا، رقم ثلاثه ما بين الهايلم وبين الابر بوردر ده الجاستريك امبريشن فور استومك، رقم اربعه ما بين الهايلم واللور بوردر ده الرينال امبريشن ده مكان الليفت كيدني، رقم خمسه دي لما نيجي نوصفها نقول ايه؟ رقم خمسة نلاقيها عبارة عن الانتيرور اند اوف ذا هايلم اوف ذا سبلين، وده بيبقى ريليتد للتيل اوف ذا بنكرياس. طب ورقم ستة ده مكان الانتيرور اند اوف ذا سبلين، وده ريليتد للكوليك امبريشن فور ليفت كوليك فليكتشر. طب الصورة دي بتبين لنا ايه؟ بتورينا ايه؟ بتورينا رقم واحد ده، او بتورينا الريليشن بتاعت الاستومك بتاع الاستومك وال بتاعه السبلين ان ريليشن للفيسرال فيسرا اوف ذا ابدومن. رقم واحد ده الاستومك، رقم اتنين ده السبلين، رقم ثلاثة ده الليفت كوليك فليكشر، رقم أربعة ده التيل اوف ذا بنكرياس، والسهم اللي قصادنا ده بيشاور على الايه؟ السبلينيك ارتري. لما نبص على الصوره دي برضو بنبص على الفيسرال ريليشن اوف ذا سبلين، نلاقي رقم واحد ده الاستومك، رقم اتنين ده السبلين، رقم تلاتة التيل اوف ذا بانكرياس، والسهم مشاور على السبلينيك ارتري. لما نبص كده برضو بنبص لازم نتعرف على الاستومك وعلى السبلين وعلى التيل اوف بانكرياس، ورقم اربعة ده الليفت كوليك فليكتشر. لما نبص على السبلين تحت اللايت مايكروسكوب نلاقي ان اول حاجة بنقابلها كونكتيف تيشو كبسول، وكنا تحت الكونكتيف تيشو كبسول دي نازل منها الفايبر السبتة اللي مقسمه السبلين او اسمها الثاني الترابيكولي، وما بين الترابيكولي دي الاقي فيه وايت بالب اند ريد بالب. الوايت بالب اللي لونه ازرق، الكور المزرقه اللي احنا شايفينها دي، والريد بالب اللي احنا شايفين فيه البلاد ساينوسويدز والسبلينيك كوردز. يبقى احنا لازم نتعرف على الكبسول، ولازم نتعرف على الترابيكولي، لازم نتعرف على الوايت بالب الدوائر الزرقاء اللي قصادنا دي اللي جواها الفوليكولار ارتري،
واللي ما بين الوايت بالب الاقي البلاد ساينوسويدز والسبلينيك كوردز اللي هم اجزاء الايه الريد بالب. واحنا شايفين في مارجن ما بين الريد بالب والوايت بالب اسمه مارجنال زون. يبقى احنا لازم نتعرف على الكبسول، نتعرف على الترابيكلي، نتعرف على البلاد ساينوسويدز والسبلينيك كوردز اللي عاملين الريد بالب، ولازم نتعرف على الوايت بالب اللي احنا بنشوف فيه ارتري اسمه كل وايت بالب فيه الفوليكولار ارتري، وما بين النازل من الكبسول ترابيكلي اللي مقسمه السبلين. لما نبص كده على الصوره، ده منظر الريد الار بي سيز تحت الميكروسكوب، وشايفين في حاله السلو سيركيوليشن الاقي ان الار بي سيز تترتب اكنك جايب كوينز ومرصصهم ورا بعض، بتديني منظر اسمه رولوكس ابييرنس. لما نبص كده ده بلاد فيلم كده، شايفين فيه الار بي سيز، وشايفين ما بين الار بي سيز خليه. تعال نوصف الخليه دي. الخليه دي شكلها بيزوفيليك، وشكل النيوكليس بتاعها ليها كذا لوب، يبقى مالتي لوبد نيوكليس. وجوه السيتوبلازم، السيتوبلازم فيه نقط كتير، دي اسمها الجرانيولز اوف ذا سيتوبلازم. طب الخصائص دي بنشوفها في خليه اسمها النيوتروفيلز، دي اول جرانيولار ليكوسايتس اسمها النيوتروفيلز. يبقى النيوتروفيلز عشان اقول عليها نيوتروفيلز لازم ابص على مالتي لوبيوليتد نيوكليس جرانيولار سيتوبلازم بالمنظر ده. طب لما ابص عليها تحت الميكروسكوب الاقي ادي النيوكليس، كذا بارت من النيوكليس احنا شايفينه اهو، وشايفين كمان منظر الجرانيولز. واحنا عارفين من النظر ان احنا عندنا ثلاث انواع من الجرانيولز، لكن المميز ليها السبيسيفيك جرانيولز بتاعتها اسمها نيوتروفيليك جرانيولز، والنون سبيسيفيك بقى اللي هي الايه الايزيروفيليك جرانيولز. لما نبص على الخليه الثانيه من الجرانيولار ليكوسايتس الاقي خليه لونها احمر، والخليه دي بيبقى النيوكليس بتاعتها بتبقى هورس شو نيوكليس، والجرانيولر او الجرانيولز اللي موجوده في السيتوبلازم لونها محمر، فسميناها ايزينوفيليك جرانيولز. ولما نبص عليها تحت الالكترون مايكروسكوب الصوره الابيض واسود دي، باين قوي ان النيوكليس شكلها باي لوبد نيوكليس، وكمان شايفين الجرانيولز اللي اسمها الايزينوفيليك جرانيولز. يبقى احنا شايفين الصوره اللي تحت دي بتاعه الايه اليوزينو فيلز. في الصوره اللي احنا شايفينها قصادنا دي احنا شايفين خليه في بلاد فيلم، الخليه دي شكلها بيزوفيليك، بتقول لي انا بيزوفيليك، وجواها جرانيولز كتيره جدا لدرجه ان انا مش شايف النيوكليس من كتر الجرانيولز اللي انا شايفها. فالمنظر ده منظر الايه الخليه الجرانيولار ليكوسايتس اللي اسمها البيزوفيلز، بشوفها شكلها بيزوفيليك نيوكليس لارج نيوكليس، والنيوكليس دي بتبقى متغطيه بجرانيولز كتيره بتعمل لها ماسكينج، ويبقى الخليه اللي قصادنا دي بتاعت الايه البيزوفيلز. بعد كده بصينا على خليه، الخليه دي بيبقى السيتوبلازم بتاعها فينت بيزوفيليك سيتوبلازم، لكن النيوكليس بتاعتها شكلها كيدني شيب، كيدني شيب نيوكليس زي ما احنا شايفين كده. يبقى ده الصوره دي بتاعت المونوسايتس، يبقى الصوره اللي قصادنا دي بتاعت ايه؟ بتاعت المونوسايتس. لما بصينا كمان تحت الالكترون مايكروسكوب لقينا ان النيوكليس بتاعتها بتبقى لارج وكيدني شيب نيوكليس زي ما احنا شايفين كده، لكن السيل ممبرين بتاع الخليه اللي اسمها المينوسايتس بيبقى طالع منها زوائد كده او رجول ارجل. الارجل دي اللي هو الاكتين والمايسين اللي يخلي الخليه دي تتحرك وتروح تعمل انجلفمنت للايه لاي فورين ماتيريال موجوده جوه يتعرض ليها الجسم، اللي بيبقى فيها اكتين ومايسين، فبنسميها سودو بوديا. بنسميها ايه يا شباب؟ السودو بوديا. يبقى اول ما نشوف خليه لونها ابيض واسود تحت الالكترون مايكروسكوب شايفين النيوكليس بتاعتها كيدني شيبد نيوكليس وفيها سودو بوديا، يبقى دي على طول المونوسايتس، يبقى دي مميزه قوي لايه؟ للمونوسايت. لما نبص بعد كده البلاد اليمنت اللي بعد كده عايزين اللي درسناه اللي هو البلاد بليتلت، والبلاد بليتلت لما نبص عليها اهم حاجه ان احنا نعرف منظرها تحت الايه الالكترون مايكروسكوب. لما نبص عليها بلاقي ايه؟ بلاقي ان ليها الخليه اللي اسمها البليتلت الاقي ليها بريفرال بارت كلير بارت او بريفرال بارت اسمه ايه
اسمه الهايلومير، وجرانيولار بارت اسمه او سنترال بارت اللي اسمه الجرانيولومير. لما نبص كده على الهايلومير، الهايلومير ده عباره عن شويه مايكروتوبيولز اللي هم بيدوني شكل الديسكويد شيبد، وريليتد ليها شويه مايكرو شويه اكتينومايوسين اللي هم بمسؤولين عن الكونتراكشن اوف ذا بليتلتس ديورينج الريتراكشن اوف ذا بلاد، وشويه تيوبولار سيستم، ده واحد اسمه سيرفيس تيوبولار سيستم ودنس تيوبولار سيستم. لكن المهم احنا نعرف ايه؟ نعرف الجرانيولومير. الجرانيولومير يا شباب ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه الجرانيولز اللي موجودين جوه البليتلت اللي هم بيدوها الوظائف بتاعتها. اهم جرانيولز موجوده واكتر واحده اللي هي الالفا جرانيولز، ودي مليانه الفايبرينوجين والثرومبوبلاستين والبليتلت جروس فاكتور. لكن بعد كده نلاقي في جرانيولز تانية اسمها الدلتا جرانيولز، ودي مسؤوله الحركه، يبقى مليانه اي دي بي واي تي بي وفيها شويه كالسيوم وسيروتونين. ومسؤول الريموفال بتاع البلاد كلوت اللي هو اللامدا جرانيولز اللي مليانه لايزوزومز، واحنا اول ما بنقول لايزوزومز يبقى نفتكر البروتيوليتك واللايبوليتك والهيدروليتك والهيدروليتك انزيمز اللي بتكسر اي شيء، فهنا انا محتاجها عشان تكسر لي البلاد كلوت لما بيحصل هيلينج للبلاد الاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز. ادي المنظر بتاع البليتلت تحت الالكترون مايكروسكوب، احنا شايفين ادي الالفا جرانيولز، وشايفين الدنس جرانيولز، شايفين الميتوكوندريا، وشايفين كمان اللامدا جرانيولز او اللايزوزومال جرانيولز. الكات سيكشن اللي قصادنا ده تحت الميكروسكوب باللايت مايكروسكوب ده بتاع البون مارو، شايفين كده عباره عن فايبرس تيشو ريتيكولوم. الريتيكولوم ده موجود او كونكتيف تيشو ستروما، موجود في فيكسد اليمنت وفري اليمنت. الفري اليمنت عباره عن الانتاج بتاع البون مارو اللي هو البلاد اليمنتس بتاعتنا، سواء بليتلت سواء ار بي سيز سواء واي بي سيز، او ممكن نلاقي فيكسد اليمنتس، والفيكسد اليمنتس دي بتبقى عباره عن فات سيلز والفايبروبلاست والاوستيوبلاست والمونوسايتس اللي موجوده جوه البون مارو. زي ما احنا شايفين كده لازم نتعرف ان ده بون مارو تيشو، لازم نتعرف على الاسهم اللي موجوده قصادنا دي. ادي المنظر ده بتاع البلاد ساينوسايدز اللي موجوده جوه البون مارو، وادي منظر الديفلوبينج بلاد سيلز، وادي خليه من خلايا البلاد اليمنتس اللي موجوده زي الميجا كاريوسايتس، والفراغات البيضاء دي شويه الفات سيلز اللي موجودين جوه البون مارو. طيب بعد كده خد درسنا الستيجز اوف ديفلوبمنت اوف ذا بلاد اليمنتس اللي هو الهيمو بيسز، وبدانا في اول ستيج بتاعتنا ازاي نطلع ار بي سيز اللي هو الاريثروبيس، وتعرفنا على خليه اسمها البرو اريثروبلاست، وتعرفنا ان الخليه دي النيوكليوس بتاعتها كبيره والسيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك سيتوبلازم، وبيبقى بيعمل لنا منظر كده اسمه بري نيوكليير هالو، وبيطلع بروزات من السيتوبلازم دي تعمل لنا زي الودان كده من الخليه، فسميناها البرو اريثروبلاست اير. يبقى الصوره اللي قدامنا دي بتاعه البرو اريثروبلاست. تبدا احنا قلنا سيتوبلازم بيزوفيليك، يبدا البيزوفيليك سيتوبلازم ده يزيد والنيوكليس تختفي، تديني الخليه اللي بعد كده اللي اسمها البيزوفيليك اريثروبلاست. البيزوفيليك اريثروبلاست تبدا تصغر ويبدا الهيموجلوبين يظهر جوه الخليه، فيديني كونتراست ما بين اللون الازرق واللون الاحمر، فسمينا الخليه اللي قصادنا دي البولي كروماتيك اريثروبلاست. بعد كده اللون الاحمر يزيد عن اللون الازرق فيبقى السيتوبلازم اسيدو فيليك سيتوبلازم، وتبدا النيوكليس تبقى سمول وديبلي ستيند نيوكليس، وتبقى اكسنتريك، ودي الخليه اللي اسمها النورموبلاست. والنورموبلاست تتحول لما قبل الار بي سيز اللي اسمها الايماتيور ار بي سيز اللي هي الريتيكولوسايتس،
وعرفنا ان في سيجنيفيكانس مهم جدا للريتيكولوسايتس، ان لو زادت الريتيكولوسايتس اكتر من 3% ده باثوجنومونيك للهيمولوسيس او تعرض الجسم ده لهيموريج، فبيبدا البومبر يطلع اماتشور سيلز فلاقي ريتيكولوسيتيك كاونت زياده. يبقى الريتيكولوسيتيك كاونت لو هو زاد وانا شايف، هيبقى افكر في حاجتين، يا اما هيموريج يا اما ايه، يا اما هيمولوسيس. واخر ستيج نوصل لها هي الار بي سيز الاريثروسايتس اللي هي باي كونكيف شيب، وعارفين ان هي نون نيوكليتد سيلز، والسيتوبلازم بيبقى مليان هيموجلوبين. بعد كده دخلنا على المصنع بتاع الوايت بي سيز، وقلنا ان المصنع بتاع الجرانيولار وايت بي سيز اللي هو الجرانيولو بيسز، وده الانتاج بتاعنا يدينا ايه، يدينا يدينا النيوتروفيلز يا البيزوفيلز يا الايزينوفيلز، وده اكوردنج لايه يا شباب، ده اكوردنج اني انا according ان الخليه دي جواها سبيسيفيك جرانيولز معينه، يعني لو فيها نيوتروفيليك جرانيولز هتديني نيوتروفيلز، لو هتدي لو مليانه بيزوفيليك جرانيولز يبقى تديني في الاخر بيزوفيلز، لو مليانه ايزينوفيليك جرانيولز هتديني في الاخر بيزوفيلز. ادي المنظر بتاع الخلايا بتاعتنا، وصلنا من ال 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 الهيموبيتك البولي ريبوتنت هيموبيتك ستيم سيلز تفضل تعمل لنا ديفيجنز تديني كولوني فورمينج يونت سبلين اللي يديني البريكر سيل اللي اسمها المايلو بلاست، زي ما شايفينها كده خليه كبيره بيزوفيليك ويز بيزوفيليك نيوكليس. بعد شويه الخليه دي يبدا يبان فيها نون سبيسيفيك جرانيولز وتكبر زياده اسمها البرو مايلوسايت، والبرو مايلوسايت دي يبدا ظهور يبدا يظهر فيها سبيسيفيك جرانيولز، فيبدا تخش في الاستيج اللي بعديها بس تبدا تصغر في الحجم شويه اسمها المايلو سايت. يبقى المايلو سايت دي هي اول ستيج يظهر فيها سبيسيفيك جرانيولز، واكوردنج للسبيسيفيك جرانيولز دي كل ما تزيد السبيسيفيك جرانيولز وتتحول من مايلو سايت لميتا مايلو سايت. طب وبعد كده الميتا مايلو سايت اكوردنج للجرانيولز اللي موجوده فيها، لو هي نيوتروفيليك جرانيولز هتديني نيوتروفيل زي ما احنا شايفين وصادنا في الصوره، لكن لو الجرانيولز السبيسيفيك دي لقينا بقت البيزوفيليك جرانيولز يبقى في الاند ريزلت هتطلع لي بيزوفيلز، لو ايزينوفيليك جرانيولز هتوصلني لنيوتروفيلز. فالصوره اللي قصادنا دي هو مصنع للنيوتروفيلز. ليه؟ لان احنا شايفين كمان في انترميديت ستيج قدامنا، الخليه بقت بيزوفيليك سيتوبلازم ونيوتروفيليك جرانيولز قدامنا، ولكن الخليه النيوكليس بتاعتها بتبقى هورس شو نيوكليس، وده بتاع الانترميديت سيل ما بين الميتا مايلوسايت ونيوتروفيلز اللي اسمها الباند سيلز. واخر حاجه احنا شايفين نيوكلي الخليه النيوكليس بتاعتها مالتي لوبيوليتد نيوكليس والسيتوبلازم بيزوفيليك سيتوبلازم اللي هي الايه النيوتروفيلز. يبقى ده الستيج لانتاج النيوتروفيلز، وده اكوردنج للسبيسيفيك جرانيولز اللي اتكونت لقيناها نيوتروفيليك جرانيولز. لكن لو لقينا السبيسيفيك جرانيولز دي بيزوفيليك جرانيولز هتديني في الاخر بيزوفيلز، ايزينوفيليك جرانيولز هتديني في الاخر ايزينوفيلز. ده بفكر حضراتكم بالديفلوبمنت اوف المونوسايتس، ادي البوليمورفو البولوريبوتنت هيموبيتك ستيم سيلز تديني كولوني فورمينج يونت سبلين، اديني كولوني فورمينج يونت مونوسايتس، المونوسايت ادي البروجينيتور سيل، البريكرسر سيل هتديني مونو بلاست، المونو بلاست تديني برو مونوسايت، والبرو مونوسايت تديني في الاخر مونوسايت اللي تقعد لفه في البلاد اول ما يطلع في فورين بودي تتحول لماكروفاج. بعد كده اخر ستيج من الهيموبيسز هاو تو اندوس البليتلتس. ادي بنبدا بالاول حاجه بالستيم سيل بلوري بوتنت هيموبيتك ستيم سيل تتحول تديني كولوني فورمينج يونت سبلين، تديني كولوني فورمينج يونت ميجا كيريوسايت اللي تديني البريكر سر سيل اللي اسمها الميجا كيريو بلاست، والميجا كيريو بلاست تديني الميجا كيريوسايتس اللي تديني في الاخر ايه البليتلتس. ادي المنظر بتاع الميجا كيريوسايتس، دي خليه كبيره من صغيره 25 ل 40 مايكرومتر، النيوكليس بتاعتها بيبقى سنجل ولارج ولوبيوليتد نيوكليس، والسيتوبلازم بيبقى بيزوفيليك سيتوبلازم. يبقى الخليه دي لو جينا سالناك ايه نوع الخليه دي هتقول لنا دي ميجا كيريو بلاست، ميجا كيريو بلاست. نظر الميجا كيريوسايت، خد بالك بقى الميجا كيريوسايت اكبر من الميجا كيريو بلاست،
دي هنا 40 ل 100 مايكرومتر. النيوكليس بتاعتها بتبقى ديبلي بيزوفيليك نيوكليس ومليانه كروماتين، والسيتوبلازم بيبقى ديبلي بيزوفيليك سيتوبلازم زي ما احنا شايفين كده. يبقى المنظر اللي احنا شايفينه ده بتاع الميجا كيريوسايت. بعد كده بدأنا ناخد الاورجن، نكمل الاورجنز بتاعت الايه بتاعت الليمفويد اورجنز. ادي المنظر بتاع السايموس جلاند. والسايموس جلاند لما بصينا عليها كده في الصور دي، نمبر 1 ده اللوبيولز بتاعت السايموس جلاند. ما بين كل بين اللوبيولز الاقي من الكبسول نازل انترلوبيولار كونكتيف تيشو سيبتا، مفصله اللوبيولز عن بعض. ولما اخش جوه اللوبيول الاقي رقم 3 ده ديبلي ستيند كورتكس بريفرال و سنترال بيل اريا اللي هي الميدال. يبقى اذا رقم 1 ده السايموس لوبيول، رقم 2 انترلوبيولار كونكتيف تيشو سيبتا، رقم 3 ده السايموس كورتكس، رقم 4 الايه الميدال. وكان كنا عايزين نعرفكم كده على ميزه او حاجه مميزه للايه للسايموس تيشو او السايموس كات سيكشن. بنلاقي فيه كورباسل اسمها الهاسلز كورباسل، زي ما احنا شايفين كده في الصور المنظر بتاع الهاسلز كورباسلز. ادي المنظر بتاع الليمف نود. زي ما احنا شايفين كل ليمف نود بتعباره عن كبسول، وتحت الكبسول بتبقى ديب ستيند اريا اسمها الكورتكس، وتحت الكورتكس بتبقى في بيل اريا اسمها المضله. واحنا شايفين في الكورتكس الكورتيكال فوليكلز زي ما احنا شايفين. يبقى لازم تو ايدنتيفاي الكبسول والليمف نود كورتكس والليمف نود مضله والليمفويد فوليكلز. ادي المنظر برضو بتاع الليمف نودز. شايفين زي ما شايفين الكبسول، تحت الكبسول الكورتكس، وتحت الكورتكس الايه المضله. واحنا شايفين جوه لما نشوف نبص على الصوره اللي جنبنا دي، شايفين الكبسوله وما نازل من الكبسول الترابيكولي او السبته اللي مقسمه الليمف نود سكشن. وشايفين جوه الكورتكس، الكورتكس دي جواها ليمفويد فوليكلز، وما بين الفوليكلز دي لقيت كورتيكال ساينسز، واللي في النص ما اللي في النص في الليمف نود سكشن ده ايه المضله اللي هي عباره عن ميدالري كورتس وميدالري ساينسز. يبقى تاني كده لازم تو ايدنتيفاي الكبسول والترابيكلي و او الانتر او الكونكتيف تيشو سيبتا اللي ما بين الكورتيكال فوليكلز، واللي في النص ايه المضله، والمضله دي عباره عن ميدالري كوردز وميدالري ساينس. ادي المنظر بتاع الليمف نودز برضو، شايفين الكونكتيف تيشو كبسول، شايفين الكورتكس والمضله. المنظر ده بنفكركم بالساجيتال سكشن اوف ذا هيد اوف ذا هيد. شايفين في النوز والاورال كافيتي، احنا جايبينه عشان نفكركم بيه. رقم 1 ده السوبيرور كونكا، 2 السوبيرور ميتاس، 3 الميدل كونكا، 4 الميدل ميتاس، 5 الانفيرور كونكا، 6 الانفيرور ميتاس، 7 السوفت بلد، 8 السفينويد اير ساينس، 9 البادي اوف ذا سفينويد، 10 ده احنا كده في النيزوفارينكس. يبقى رقم 10 ده التيوبال اليفيشن. النجمه الزرقاء دي الفارينجيال اوبننج اوف اوديتري تيوب. رقم 11 السلبينجو فارينجيال فولد. رقم 12 ده البالاتاين تونسل. رقم 13 ده الايبيجلوتس، و14 ده اللارينجو فارينكس. ونطلع لفوق في النيزو فارينكس رقم 15 ده النيزو فارينجيال تونسل. الصوره دي احنا بنفكر حضراتكم بالاستراكشر اللي كانوا معديين من في خلال في الاورتيك اوبننج اوف دايفرام. الصوره دي احنا شفناها كمان في الريسبيراتوري. شفنا النجمه الحمراء دي كان الديسندنج ثوراسيك اورطا، النجمه الزرقاء الازايجس فين، وما بينهم كده فتله لونها ابيض او لونها مصفر شويه اللي هي النجمه الخضراء، ودي مكان الثوراسيك داكت. ثوراسيك داكت
ثانك يو فور ليسننج. اتمنى ان احنا ما كناش كنا ضيوف خفاف عليكم كده. اتمنى ان انتوا تكونوا مذاكرين معانا محاضره في الاتش ال اس. عندي امل كبير قوي ان انتوا تجيبوا اعلى علامات ان شاء الله في الاناتومي في الاتش ال اس، لان احنا بذلنا فيه مجهود جامد وكنا بنشرح ونذاكر مع بعض محاضره. اتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين معانا في البراكتيكال. شكرا جزيلا، وباذن الله نشوفكم باتم صحه في ومحققين اعلى علامات باذن الله في الامتحانات الفاينل. Thank you for listening، والسلام عليكم ورحمة الله.